شيخ الإسلام في الواسطية يقول إن الصنف الأول وهم الذين ينفون العلم إنهم انقرضوا، أو القائل به منهم قليل في وقت الشيخ أو انقرضوا، أما جمهورهم فلا يزالون إلى الآن باقون، يقولون إن الله يعلمه لكن لم يقدره، وإنما العبد هو الذي أحدثه بدون أن يقدره الله عليه. هؤلاء هم القدرية، سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدر، هؤلاء القدرية. فيغلون في أفعال العباد، يغلون في إثبات أفعال العباد، ويقولون إنهم هم الذين يوجدونها بدون أن يقدرها الله عليهم.